معانا المهندس فرج عامر على التليفون، عضو مجلس الشعب ورئيس نادي سموحه. ازيك يا باشمهندس فرج؟ ازيك يا كابتن منور؟ ومبروك الجمعيه العموميه الاخيره. اشكرك يا بيه، والله وحشني جدا. وانت كمان يا باشمهندس. باشمهندس، كلام كتير قوي 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 على شراء لعيبه وبيع لعيبه. اتقال خلاص ان احمد رؤوف مضى عندك، والكلام ده اتعرف في بورسعيد، اتقال ان ايمن اشرف وحسام باولو رايحين الزمالك، اتقال ان انت اشتريت شيكابالا ومحمد ابراهيم، اتقال ان امجد راضي لاعب العراق هرب. يعني قول لنا ايه القصه؟ ايمن اشرف وباولو ما مضوش في الزمالك ومش هيروحوا طبعا مع الاحترام اي حته غير سموحه. تمام. نهائيا. نهائيا، انا كلام اي كلام باللي بيتقال دوت. والله العظيم نهائيا. تمام. كابتن انا عمري ما كذبت على سيادتك ولا عمري هقول. ما انا خلاص قفلنا ايمن اشرف وحسام باولو. الكابتن طبعا شيكابالا لعيب كبير جدا، ومحمد توفيق لعيب كبير جدا. محمد ابراهيم. محمد ابراهيم مفيش اي اتجاه للتعاقد معهم نهائيا. تمام، ادي نمره اتنين. موضوع امجد راضي، هل فعلا هرب او تم؟ راضي النهارده مدير الكوره في نادي سموحه قعد معاه، هو موجود في الاسكندريه بقاله 3 ايام ما جاش في التدريب. ليه بقى؟ يا اما تيجي تتمرن، يا اما عندك لغايه يوم الاحد الجاي تجيب الفلوس اللي انت خدتها مننا ومفيش اي مشكله وننهي العقد بالتراضي. تمام. هو عايز يلعب، لكن كيف ان هو ما وصلش للفورمه اللي تاهله ان هو يلعب. تمام. احمد رؤوف مضى في سموحه؟ امتنع عن الرد عن هذا السؤال. خلاص، وصلت الرساله. اشكرك المهندس فرج عامر. طبعا رئيس نادي سموحه يمتنع عن الرد عن هذا السؤال. اذا احمد رؤوف لاعبا في المصري، لاعب المصري سينتقل لنادي سموحه الموسم القادم بعد انتهاء عقده، وده طبيعي ومنطقي ومن حقه، لان اي لاعب قبل نهايه عقده بست شهور يحق ليه ان هو يمضي في اي نادي. كل لاعب هيدور على مستقبله ومصلحته، يعني بياخد فلوس افضل هنا او كلام من هذا القبيل. تعالوا نروح بقى لاهداف برشلونه.